دلوقتي يا شباب في المحاضرة عن الفيلد افكت ترانزستور كامبليفاير، وقلنا ان الفيلد افكت ترانزستور كامبليفاير يعتبر فولتج كنترولد ديفايس مختلف عن البايبولر ترانزستور. وده ليه؟ لان الانبوت كارنت المفروض انه بيكوال زيرو، لان الانبوت امبيدنس بتاعت الفيت تعتبر كبيرة، وزي ما قلنا ان الانبوت امبيدنس بتاعت الموسفيت تعتبر اكبر كمان من الانبوت امبيدنس بتاعت الجي فيت. بعد كده ابتدينا نتكلم على الايكوفلنت سيركت بتاعه الفيت، وقلنا الايكوفلنت سيركت تصلح ايا كان نوع الفيت، سواء كان ان شانل جي فيت او بي شانل او موسفيت، سواء كان ديبليشن او انهانسمنت. فكل الفيت بصفه عامه ليه ايكوفلنت سيركت واحده، والايكوفلنت سيركت لما جينا نتكلم عنها كانت بالشكل ده، زي ما بنقول عبارة عن مقاومة في الانبوت اللي هي الار جي اس، والار جي اس اللي هي بتمثل معدل تغير الانبوت فولتج بالنسبة للانبوت كارنت. وطبعا لان الانبوت كارنت موجود في المقام والانبوت كارنت قيمته صغيرة قوي، يبقى الانبوت فولتج على التيار اللي قيمته صغيرة قوي المفروض بيديني قيمة كبيرة قوي تند تو انفينيتي. عشان كده المقاومة ار جي اس ابتدينا نعتبرها انها ما لا نهاية، وبالتالي بقى البرانش بتاع الانبوت عبارة عن اوبن سيركت. بالنسبة للأوتبوت فزي ما قلنا فيه current source اللي هو عبارة عن بيمثل لي معدل تغير الأوتبوت current بالنسبة للإنبوت voltage، وده بيعبر عنه اللي هي الجي ام اللي هي الترانسكوندكتنس مضروبة في الفي جي اس اللي هو يمثل الإنبوت voltage، وبالتالي ده بيمثل لي current source موجود في دائرة الأوت. برضو الار دي اس اللي هي بتمثل الاوتبوت ريزيستنس اللي هي عبارة عن معدل تغير الاوتبوت فولتج بالنسبة للاوتبوت كارنت. وبرضو قلنا ان الار دي اس في بعض الاحيان تعتبر قيمتها كبيرة لمقارنة طبعا باللود، لان قيمة الار دي اس بقدر نجلكت ليها بالنسبة لللود، لان الاتنين متوصلين برا مع بعض، وبالتالي دايما التيار بيختار المسار الاسهل. وقيمة الار دي اس زي ما كنا بنقول قيمتها من 100 كيلو اوم لحد 1 ميجا اوم، فعشان كده نعتبرها انها قيمتها كبيره او بالنسبه لللود. وبعض المسائل بنقدر نجلكت قيمه الار دي اس او نجلكت التيار اللي ماشي في الار دي اس مقارنه بالتيار اللي ماشي في اللود. اوكي طيب، برضو ليه قيمه الار دي اس كبيره؟ لان احنا لو نفتكر كده ان احنا كنا بنقول ان الفيت بيشتغل كامبليفاير في منطقه الساتوريشن، وفي منطقة الساتوريشن لو تلاحظ كده هتبص تلاقي تقريبا التيار يكاد يكون كونستانت او ثابت مع زيادة الجهد. اوكي، وبالتالي يبقى التغير في التيار قيمته صغيرة قوي مقارنة بالتغير في الجهد. عشان كده يبقى التغير في الجهد على التغير في التيار بيديني الديناميك ريزيستنس اللي هي الار دي اس، وطالما التغير الكبير في الجهد بيدي تغير صغير قوي في التيار فقيمه الار دي اس بتبقى قيمتها كبيره. عشان كده بعض المسائل بنجلكت ليها بالنسبه لقيمه المقاومه بتاعت اللود. دي كانت الايكوفلنت سيركت. بعد كده قلنا ان في كل المسائل بصفه عامه هنعتبر الار جي اس تنسز تو انفينيتي، وبالتالي بحط بس تاثير الجي ام والار دي اس. لو قال لي في المساله برضو ان الار دي اس قيمتها كبيره قوي to be neglected، يبقى انا في الحاله دي بكتفي بس بالكرنت سورس في الايكوفلنت سيركت. بعد كده ابتدينا ناخد الكومن سورس امبليفاير وخدنا الايكوفلنت سيركت بتاعته. قلنا الكومن سورس امبليفاير بتبقى الدايره بتاعتي بحيث ان الانبوت داخل على الجيت والاوتبوت واخده من الدرين، وبالتالي بيبقى السورس هو الطرف الكومن. في الحاله دي بتبقى دايره الانبوت معزوله عن دايره الاوت. وبعد كده ابتدينا نعمل لها اناليسز، وزي ما قلنا ان مفيش كارنت جين بالنسبه للفيت لان الانبوت كارنت قيمته صغيره قوي، وبالتالي مفيش كارنت جين، فبكتفي بس بحساب الفولتج جين والانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس. الكومون سورس برضو لما جينا نعمل له اناليسز لاحظنا ان الكومون سورس شبيه او اشبه ما يكون بالكومون اميتر. في هنا العلامه النيجاتيف دي اللي هي بتعني الفيز شيفت اللي احنا كنا بنقول عليه، الحاجه اللي بينفرد بيها الكومون اميتر امبليفاير اللي هي انه بيعمل لي فيز شيفت 180 درجه، وبالتالي الكومون سورس برضو بيعمل نفس الفيز شيفت اللي هو ال 180 درجه، وده بيظهر في الاشاره النيجاتيف اللي موجوده
لما بنيجي نحسب الفولتج جين، اوكي، او طبعا في حاله البايبولر ترانزستور كانت بتظهر كمان واحنا بنحسب الكرنت جين والفولتج جين، لكن هنا هتظهر بس واحنا بنحسب الفولتج جين، ودي الحاجه اللي بينفرد بيها الكومون سورس. لما نيجي نتكلم على الكومون درين امبليفاير، وقلنا الكومون درين يعني معنى كده ان الانبوت داخل على الجيت والاوتبوت واخده من السورس، وبالتالي بيبقى الكومون درين ده يناظر الكومون كوليكتور في دايره البايبولر ترانزستور. طبعا الدايره دي برضو بنفس الاسلوب اللي كنا بنتكلم بيه على الكومون ايميتر كنا بنسميها ميتر فورورد، ليه؟ اسف، الكومون كوليكتور، لان كنا بنسميها ميتر فورورد لان اي تغير في الانبوت اللي هو البيز بيظهر زي ما هو عند الاميتر، لان الفولتج جين بتاع الكومون كوليكتور بيكوال واحد، وبالتالي الكومون درين طالما انها على نفس وزن الكومون كوليكتور الدايره برضو هنلاقي ان الفولتج جين بتاعها تقريبا بواحد، وبالتالي اي تغير عند الجيت بيظهر زي ما هو عند السورس، عشان كده برضو بنطلق عليها السورس فولت. ودايما المساله برضو او الدايره بتاعتي اللي هي الكومون درين هستخدمها كانها بفر، بفر ما بين ايه؟ ما بين فولتج سورس مقاومته الداخليه كبيره قوي ولود مقاومته صغيره، لو وصلتهم الاثنين على بعض مش هيبقى فيه ماتشنج، وبالتالي الاشاره مش هتتنقل من السورس لللود، يبقى لازم احط فولتج بافر في النص. الفولتج بافر اللي انا بستخدمه في حاله الفيت هو الكومون درين. برضو الكومون درين طالما الانبوت داخل على الجيت يبقى معنى كده ان الانبوت امبيدنس اتوقع هتبقى كبيره زي ما كانت برضو في حاله الكومون سورس، يبقى طالما الانبوت على الجيت دايما اتوقع ان الانبوت امبيدنس هتبقى كبيره. طيب بالنسبه للكومون درين لما نيجي نشوف شكل الدايره بنبص ليها بالشكل ده، الانبوت هو داخل على الجيت والاوتبوت واخده من السورس اوكي، والدرين هو الطرف الكومون. برضو الباي باس كاباستور انا حطه عشان يعمل شورت على المقاومه ار دي اللي هي تعتبر كفيدباك ريزيستور، اوكي، وبالتالي يبقى الشكل الاي سي سيركت لما اجي احصل على الاي سي سيركت يبقى انا هعمل شورت على الكاباستورز الموجوده وشورت على الدي سي باور سبلاي، وبالتالي لما اجي اعمل شورت على الدي سي باور سبلاي واعمل شورت على الكاباستورز هتبقى الدايره بالشكل ده، يبقى ده شكل الاي سي سيركت، اوكي. طيب لو عايزين نرسم الايكوفلنت سيركت برضو حابب اشيل الفيت واحط الايكوفلنت سيركت بتاعته، زي ما قلنا الايكوفلنت سيركت عشان نجلكت الار دي اس يبقى اللي هيبقى موجود التو بارامترز اللي هم عباره عن الجي ام والار دي اس، وبالتالي الايكوفلنت سيركت هيبقى موجود فيها الكرنت سورس في دايره الاوتبوت بالاضافه للمقاومه الار دي اس، يبقى انا هشيل الفيت واحط مكانه الايكوفلنت سيركت بتاعته، اوكي. الحاجه الثانيه هبدا انقل كل المقاومات، اوكي، والاي سي سورس اللي موجوده في الاي سي سيركت الى الايكوفلنت سيركت، وبالتالي لما اجي اعمل ده هبص الاقي ان الايكوفلنت سيركت بالشكل ده، ادي الايكوفلنت سيركت بتاعه الفيت، اوكي، اللي هي عباره عن الكرنت سورس وعباره عن الار دي اس، الدايره كانت كومون درين وبالتالي الدرين واخد جراوند، ما بين السورس والجراوند كان في المقاومه الار اس، كان في هنا طبعا الكابلنج كاباسيتور اللي هو بقى شورت، وبالتالي بقت الار ال ان بارل مع الار اس. في دايره الانبوت كان في المقاومه اللي هي الار جي، وادي في الفولتج سورس بتاعي اللي هو الفي ان. طبعا في بعض المسائل ممكن يبقى هنا كمان في المقاومه الداخليه بتاعت السورس، اوكي. لما نحل دي وبعد كده نشوف لو ان هنا اتوجدت مقاومه اللي هي بتمثل المقاومه الداخليه بتاعت السورس يبقى تعاملنا معاها يتم ازاي. طبعا زي ما بنقول وزي ما كنا بنعمل في مسائل الكومون كوليكتور كلها ان احنا بنحاول نوضب شكل الدايره بحيث ان دايما احصل على الشكل المقلوب بالنسبه لي، ان الانبوت في طرف والاوتبوت في طرف، وبالتالي يبقى انا ما بين السورس والجراوند هيبقى في عندي اربع برانش، ما بين السورس والجراوند في الار اس، ما بين السورس والجراوند في الار ال، ما بين السورس والجراوند في الكرنت سورس، ما بين السورس والجراوند في الار دي اس. يبقى انا عندي اربعه برانش ما بين السورس والجراوند، هبدا اعيد ترتيبهم، اوكي، وبالتالي ادي الكرنت سورس ما بين السورس والجراوند اللي هو عباره عن الدرين،
طبعا واضح ان اتجاه السهم ده جاي من الجراوند او من الدرين للسورس، وبالتالي اتجاه السهم اهو جاي من الدرين اللي هو الجراوند للسورس. الار دي اس والادي الار اس وادي الار ال. الجهد ما بين السورس والجيت اللي هو عباره عن الفي جي اس. بعد كده ادي المقاومه اللي هي الار جي وادي الفي انبوت. يبقى ده شكل الاي سي ايكوفلنت سيركت او السمول سيجنال ايكوفلنت سيركت. طيب عايزين بعد كده نحسب الفولتج جين، فزي ما بنقول الفولتج جين عباره عن الفي ال على الفي ان. لما نيجي نبص للفي ال هنلاقي ان انا ممكن اخد الثلاث مقاومات اللي هم الار دي اس والار اس والار ال، اخدهم الثلاثه بره مع بعض. لو خدتهم الثلاثه بره مع بعض وسميتهم ار ال داش، يبقى في الحاله دي الفي ال هتيكوال ايه؟ يبقى الفي ال كانها هتيكوال الجي ام في الفي جي اس، لان اتجاه السهم اهو، يبقى الجي ام في الفي جي اس باشاره موجبه مضروبه في البارل كومبينيشن بتاعت الثلاث مقاومات دول. ده هيديني الفي ال. وتبقى الفكره ان انا عايز اجيب معادله الاوتبوت دي هتطلع لي فانكشن في الفي جي اس، يبقى عايز اجيب علاقه ما بين الفي جي اس وما بين الفي انبوت والفي ال عشان تبقى المعادله ما بين الفي ال والفي انبوت فقط. فلما اجي ابص للفي جي اس هنا هبص لها بتيكوال ايه؟ الفي جي اس عباره عن جهد الجيت ماينس جهد السورس. طب جهد الجيت بالنسبه للجراوند بيكوال ايه؟ جهد الجيت بالنسبه للجراوند بيكوال الفي انبوت. طب جهد السورس بالنسبه للجراوند، جهد السورس بالنسبه للجراوند لو نمشي كده هنبص لانه انه عباره عن الفي ال. يبقى انا اقدر اشيل الفي جي اس واحط مكانها الفي انبوت ماينس الفي ال. اوكي؟ وبالتالي لما نيجي نشوف المعادله اهي، الفي ال بتيكوال الجي ام في الفي جي اس في الار ال داش، والار ال داش اللي هي عباره عن البارل كومبينيشن بتاع الثلاث مقاومات مع بعض. طب الفي جي اس بتيكوال ايه؟ بتيكوال جهد الجيت ماينس جهد السورس، وجهد الجيت هو نفسه جهد الانبوت ماينس الفي اس اللي هي عباره عن الفي ال. وبالتالي شلت من هنا الفي جي اس وحطيت الفي انبوت ماينس الفي ال. خدت الفي ال عامل مشترك، يبقى هنقل الترم اللي هو ماينس الجي ام في الار ال داش في الفي ال هجيبه الناحيه الشمال، وبالتالي هجيبه باشاره موجبه، وبالتالي يبقى الفي ال في واحد بلس جي ام في الار ال داش بيكوال جي ام في الار ال داش في الفي انبوت. لو قسمت الفي ال على الفي انبوت هيطلع لي الاكسبريشن ده اللي هو جي ام في الار ال داش على واحد زائد جي ام في الار ال داش. طبعا من الاكسبريشن ده ياكد لي ان شغلي سليم. ليه؟ لان انا لو الاحظ كده ان هلاقي ان البسط اقل من المقام، المقام عباره عن واحد زائد جي ام في الار ال داش، وبالتالي يبقى قيمه الفولتج جين هنا اقل من الواحد، وده اللي احنا كنا بنقول عليه في حاله دايره الكومون درين اللي هي بتناظر دايره الكومون كوليكتور، ان الفولتج جين الدايره ما بتعملش تكبير للجهد، وبالتالي الفولتج جين قيمته عمرها ما بتزيد عن الواحد. فهنا فعلا المعادله دي اكدت لي ان الفولتج جين قيمته اقل من الواحد. طيب لو عايزين نحسب الزد انبوت ونرجع كده نشوف، لو عايز احسب الزد انبوت يبقى الزد انبوت اللي هي المقاومه اللي شايفها السورس، وبالتالي من الدايره دي لان ده عباره عن اوبن سيركت يبقى ما فيش اتصال ما بين دايره الانبوت ودايره الاوتبوت، وبالتالي يبقى اللي انا شايفه بس هي عباره عن المقاومه ار جي. طيب بالنسبه للاوتبوت امبيدنس، طبعا لما اجي ابص هنا الاوتبوت امبيدنس عشان اجي احسبها يبقى انا هتبع الخطوات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ان هبدا اعمل شورت على الانبوت، هشيل اللود واحط مكانه فولتج سورس عباره عن الفي 2 هيمشي لي تيار اي 2. اوكي؟ وبالتالي هيبقى شكل الدايره بالشكل ده. عملت شورت على الانبوت وشلت اللود وحطيت مكانه فولتج سورس في 2 هيمشي لي تيار اي 2. وبالتالي يبقى الاي 2 هنا هيكوال ايه؟ هيكوال لان التيار اي 2 زائد جي ام في الفي جي اس، الاثنين هيتجمعوا عند النود دي ويصبوا في الار دي اس بارل مع الار اس. يبقى التيار اي 2 عباره عن التيار اللي نازل في البرانش ده اللي هو عباره عن الفي 2 على البارل كومبينيشن دي، مطروح منه الجي ام في الفي جي اس. طيب لما اجي ابص هنا يبقى انا عايز اجيب الفي جي اس بدلاله الفي 2. اوكي؟
عشان تبقى المعادله ما بين الاي 2 والفي 2 واقدر احصل على الريشيو اللي هي الفي 2 على الاي 2. طب الفي جي اس هنا كانت بتيكوال ايه؟ كانت بتيكوال جهد الجيت ماينس جهد السورس. طب جهد الجيت لما عملت شورت على الانبوت بقى جهد الجيت بيكوال زيرو، الفي انبوت بيكوال زيرو، يبقى الفي جي اس هتيكوال زيرو ماينس الفي اس، الفي اس اللي هي عباره عن الفي 2، يبقى كان الفي جي اس كانها بتيكوال ماينس الفي ال اللي هي بتيكوال الفي 2. وبالتالي يبقى الاي 2، ارجع تاني للمعادله اهي، هاخد الفي 2 عامل مشترك هيبقى عباره عن 1 على البارل كومباينيشن، اوكي. طبعا هشيل الفي جي اس واحط مكانها ماينس الفي 2 واخد الفي 2 عامل مشترك، يبقى الاشاره دي هتبقى بوزيتيف، وبالتالي هيطلع لي الاكسبريشن ده. يبقى الفي 2 على الاي 2 اللي هي 1 على الكومباينيشن دي اللي هي عباره عن 1 على الار دي اس بارل مع الار اس زائد دي جي ام، ده اللي هو يمثل لي الاوتبوت امبيدنس. طب نرجع بقى للسؤال اللي احنا كنا بنتكلم عنه في البدايه. طبعا هنلاحظ هنا ان الاوتبوت امبيدنس برضه قيمتها صغيره، كام؟ يعني حتى لما نيجي نحسب في اكزامبلز كده زي اللي موجوده او في بعض المسائل زي اللي موجوده في الشيت عشان اتاكد ان شغلي مظبوط، هلاحظ ان الزد انبوت قيمتها كبيره والزد اوتبوت قيمتها صغيره، وبالتالي الدايره دي اقدر استخدمها كفولتج بافر عشان تحقق لي الماتشنج ما بين فولتج سورس مقاومته الداخليه كبيره ولود مقاومته صغير. نرجع بقى للحاله الاولانيه كده، لو كان في عندي هنا مقاومه، يعني لو كان السورس ده ما هوش ايديال سورس وكان ليه مقاومه هنا، كان هيبقى المساله ايه التغيير فيها؟ كل التغيير اللي هيطرا ان كان هيبقى فيها عندي مقاومه هنا، اوكي. فانا كل اللي هعمله ان كنت هسمي الجهد اللي على المقاومه ار جي كده هسميه الفي انبوت او الفي انبوت داش، والسورس بتاعي هيبقى هو عباره عن الفي انبوت، وبالتالي كنت هشتغل على دايره زي دي. يعني تخيل كده ان الفي انبوت دي بقت هي الفي انبوت داش، بعد كده هيبقى فيه هنا المقاومه وبعد كده في الفي انبوت. يبقى انا كل اللي هعمله ان هجيب علاقه في البدايه ما بين الفي ال والفي انبوت، اوكي، وبعد كده هبدا اجيب علاقه ثانيه ما بين الفي انبوت وما بين الفي انبوت داش. يبقى هجيب علاقه في البدايه ما بين الفي ال والفي انبوت داش، وبعد كده لما اجي احط هنا المقاومه اللي هي الار انبوت واحط معاها الفي انبوت بتاعي، يبقى في الحاله دي الفي انبوت علاقتها بالفي انبوت داش ايه؟ لو قلت ان دي هي عباره عن الفي انبوت داش اللي هو الجهد اللي على المقاومه ار جي، هو ده اللي يمثل الفي انبوت داش. يبقى في الحاله دي الفي انبوت داش المفروض انها بتيكوال الفي انبوت في الار جي على الار جي زائد الار انبوت، وبالتالي جبت علاقه ما بين الفي انبوت داش والفي انبوت، اوكي. يبقى انا جزأتها، جبت في البدايه علاقه ما بين الفي ال والفي انبوت داش، وبعدين جبت علاقه ما بين الفي انبوت داش والفي ان. لو ضربتهم في بعض يبقى هيديني العلاقه ما بين الفي ال وما بين الفي انبوت. يبقى كل الاختلاف بس ان انا لو المقاومه اتوجدت هنا يبقى انا هشتغل عادي خالص وكان المقاومه اتوجدت في الجزء ده، وبعدها اتحط هنا السورس بتاعي. يبقى الجهد ده ما بقاش هو جهد الدخل او ما بقاش هو السورس، ده بقى اسمه هسميه اي مسمى تاني وليكن في انبوت داش، واجيب علاقه ما بين الفي ال والفي انبوت داش، وبعد كده اجيب علاقه ما بين الفي انبوت داش والفي انبوت. ده بالنسبه لدايره الكومون درين. لما نيجي نتكلم بقى عن الكومون جيت امبليفاير، هنلاقي ان الكومون جيت امبليفاير برضه شبيه بالكومون بيس. طبعا هنا الكومون جيت ده يعني ايه؟ يعني ان الانبوت داخل على السورس والاوتبوت واخده من الدرين، اوكي. طيب طالما الجيت ما بتمثلش انبوت بالنسبه لي، لان احنا كنا بنقول ان دايما في حاله الجي فيت ما بين الجيت والتشانل في بي ان جانكشن متوصله ريفيرس، والبي ان جانكشن المتوصله ريفيرس دي مقاومتها كبيره جدا. طيب في حاله الموسفيت برضو ما بين الجيت والتشانل كان في طبقه السيليكون ديوكسيد، وبالتالي دي طبقه عازل ومقاومتها كبيره جدا. يبقى دايما لو الاشاره داخله لي على الجيت اتوقع ان مقاومتها هتبقى كبيره قوي، او مقاومه الدخل هتبقى كبيره. لكن هنا في حاله الكومون جيت هلاقي ان الاشاره داخله على السورس، السورس ده الطرف اللي بيبدا يقيمت للكاريرز، يعني اللي تشارج فيه نسبتها عاليه، وبالتالي طالما الكوندكتيفيتي عاليه يبقى الريزيستنس بتاعته قليله. يبقى في الحاله دي
الانبوت امبيدنس في حاله الجيت في حاله الكومون جيت امبليفاير بتبقى صغيره، وده الحاجه اللي بتميز الكومون جيت، ان الانبوت امبيدنس بالنسبه له صغيره. صغيره ليه؟ لان الاشاره داخله على السورس ما هياش داخله على الجيت. لكن في الحالات الثانيه سواء كان الكومون سورس او الكومون درين كانت الاشاره داخله على الجيت، وبالتالي يبقى الانبوت امبيدنس كبيره. يبقى الحاجه اللي بتميز الكومون سورس ان انه بيعمل لي فيه شيفت 180 درجه. الحاجه اللي بينفرد بيها الكومون درين جيم انه الفولتج جيم بتاعه اقل من الواحد، وبالتالي بستخدمه كفولتج بافر. الحاجه اللي بينفرد بيها الكومون جيت ان الانبوت امبيدنس بتاعته صغيره جدا. طيب لما اجي ابص دي دايره الكومون جيت امبليفاير، برضو الاشاره بتاعتي اهي الانبوت داخل على الطرف اللي هو السورس، والاوتبوت واخده من الدرين، والجيت هي الطرف الكومون. اوكي، وبالتالي برضو لو عايز ارسم الاي سي سيركت، الاي سي سيركت يبقى هعمل ايه؟ هعمل شورت على الكاباسيتورز الموجوده، يبقى الكاباسيتورز اللي هي الكابلين كاباسيتورز دي هتعتبر شورت. اوكي، طبعا ممكن احط هنا مقاومه ثانيه واحط كاباستور معاها ان بارل، وبالتالي يعني ممكن احط مقاومه على الجيت واحط معاها كاباستور ان بارل، يبقى برضو الجيت اللي هو الطرف الكومون حاطط عليه فيدباك ريزيستور وحاطط عليها باي باس كاباستور. الباي باس كاباستور ده هيبقى شورت في حاله الاي سي، وبالتالي هيعمل لي شورت على المقاومه اللي انا حاططها على الجيت، يبقى برضو الجيت هياخد جراوند. يبقى في كل الحالات اللي احنا خدناها دايما الطرف الكومون في النهايه بيبقى واخد جراوند. طيب لما نيجي نبص، يبقى هعمل شورت زي ما قلنا على الكابلين كاباسيتورز، وبالتالي ده شكل، وعلى الدي سي باور سبلاي، وبالتالي هيبقى ده شكل الاي سي سيركت، المقاومه اللي هي الار دي ما بين الدرين وما بين الجراوند اهي، وبالتالي الار دي هتبقى دايما ان بارل مع الار ال، زي ما كنا دايما بنقول في حاله الترانزستور ان الار سي بتبقى بارل مع اللود، وبالتالي الار سي بتقوم بوظيفه اللود في حاله عدم وجود اللود. برضو هنا المقاومه ار دي بتقوم بوظيفه اللود في حاله عدم وجود اللود. يبقى دي اللي هي تمثل لي دايره الاي سي سيركت. برضو لو عايز ارسم الاي سي ايكوفلنت سيركت، يبقى في الحاله دي هبدا اشيل الترانزستور بتاعي، وزي ما بنقول ايا كان نوعه ايه هشيله واحط مكانه الايكوفلنت سيركت بتاعتي، وبعد كده ابدا انقل المقاومات والاي سي سورس للايكوفلنت سيركت بتاعتي، وبالتالي هتبقى الدايره بالشكل ده. ادي الاي سي الايكوفلنت سيركت بتاعه الفيت. اوكي، بعد كده ما بين السورس والجراوند اهو، ما بين السورس والجراوند كان في المقاومه ار اس، ما بين الدرين والجراوند كان في المقاومه ار دي، ما بين الدرين والجراوند في المقاومه ار ال، وما بين الجيت والجراوند ما فيش حاجه، في شورت هنا، وبالتالي الجيت واخده جراوند، والفي ان بوت داخل على السورس، وبالتالي يبقى دي الجيت الطرف اللي هو الجيت اهو واخد جراوند رايح للجراوند. اوكي، ما بين السورس والجراوند في المقاومه ار اس، ما بين الدرين والجراوند في المقاومه ار دي والار ال. برضه زي ما بنقول احنا متعودين على ان الدايره يبقى الانبوت في طرف والاوتبوت في طرف، يبقى انا لو حاجه بص كده يبقى دي السورس الطرف اللي هو السورس اهو. اوكي، ما بين السورس والدرين كان في الكرنت سورس ده وفي الار دي اس، الاثنين متوصلين بارل مع بعض، واتجاه السهم جاي من الدرين للسورس، يبقى دي السهم اهو من الدرين للسورس، والمقاومه اللي هي الار دي اس بارل معاه. ما بين الدرين والجراوند في الار دي وفي الار ال. طيب ما بين السورس والجراوند كام؟ في ادي الار اس، وما بين السورس والجراوند في الفي انبوت. اوكي، يبقى ده شكل السيركت بتاعتي، الانبوت في طرف والاوتبوت في طرف، ده اللي هي الايكوفلنت سيركت. طب لو عايزين برضو نحسب الفولتج جين والانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس، واجي ابص الدايره يمكن شكلها كده متغير شويه عن المقلوب بالنسبه لنا، فانا لما اجي ابص انا طبعا عندي حلين، ممكن احول الكرنت سورس ده مع المقاومه ار دي اس احولهم لفولتج سورس،
واشتغل على انه فولتج سورس عادي. اوكي، يا اما الحل الثاني ان اشتغل بالاسلوب التقليدي بتاعي. انا لو فرضت ان عندي هنا تيار اللي هو الاي دي، اوكي، التيار ده يبقى الفي ال هتيكوال ايه؟ هتيكوال البارل كومباينيشن اللي هي عباره عن الار ال بارل مع الار دي، الاثنين بارل مع بعض، المحصله بتاعتهم مضروبه في التيار اللي هو الاي دي، يبقى ده هيديني الفي ال. طيب دلوقتي يبقى الفكره ان انا عايز اشوف الاي دي ده ايه علاقته بالكرنت سورس ده والتيار اللي ماشي في المقاومه ار دي اس. طبعا لما اجي ابص للاي دي يبقى الاي دي هيكوال ايه؟ الاي دي هيكوال ماينس، لانه في عكس اتجاه هنا، التيار ده اللي هو الجي ام في الفي جي اس، اوكي، بالاضافه للتيار اللي ماشي في الار دي اس. التيار اللي ماشي في الار دي اس لو انا تخيلت انه ماشي في الاتجاه ده، يعني ماشي من الدرين للسورس، يبقى في الحاله دي التيار الاي دي هيكوال ماينس الجي ام في الفي جي اس، اوكي، وماينس برضو التيار اللي ماشي هنا، لان كلاهما هيبقى ماشي في عكس اتجاه الاي دي. طب التيار اللي ماشي في الار دي اس عباره عن ايه؟ عباره عن الفي دي اس، اوكي، اللي هو فرق الجهد على طرفي المقاومه مقسوم على قيمه المقاومه. يبقى الاي دي هيكوال ماينس، وافتح قوس كده، عباره عن الجي ام في الفي جي اس زائد الفي دي اس على الار دي اس. ده وتبقى الفكره ان انا ازاي اقدر اجيب الفي جي اس بدلاله الفي ال والفي انبوت، وازاي اقدر اجيب برضو الفي دي اس بدلاله الفي ال والفي انبوت. طبعا لما نيجي نبص كده واحده واحده منهم، الفي جي اس زي ما عملنا في المساله اللي فاتت، الفي جي اس كانت بتيكوال ايه؟ بتيكوال جهد الجيت، اوكي، ماينس جهد السورس. طبعا جهد الجيت بالنسبه لايه؟ طبعا جهد الجيت هنا بالنسبه للسورس. يبقى في الحاله دي الجيت اللي هي الطرف اللي واخد جراوند، يبقى انا لما اجي اقول جهد الجيت بالنسبه للسورس هلاقي الفي جي اس هي نفسها كي ماينس الفي اس جي، والفي اس جي اللي هو عباره عن الفي ان، يبقى الفي اس جي كانها بتيكوال ماينس الفي ان، ويبقى كده اتخلصت من الفي جي اس. يبقى الفي جي اس اللي هي جهد الجيت بالنسبه للسورس عباره عن ماينس جهد السورس بالنسبه للجيت، وجهد السورس بالنسبه للجيت هو نفسه الفي ان، يبقى الفي جي اس كانها بتيكوال ماينس الفي ان. نيجي بقى للجهد الثاني اللي هو الفي دي اس. الفي دي اس ده هحسبه ازاي؟ الفي دي اس بنفس الاسلوب كده، عباره عن جهد الدرين بالنسبه للجراوند ماينس جهد السورس بالنسبه للجراوند. جهد الدرين بالنسبه للجراوند اللي هو الفي ال، وجهد السورس بالنسبه للجراوند اللي هو الفي، ها، الفي انبوت. اوكي، يبقى في الحاله دي عندي الفي دي اس بقت عباره عن الفي ال ماينس الفي ان، والفي جي اس بقت عباره عن ماينس الفي ان. يبقى لما اجي ابص للمعادلات بتاعتي اهو، الفي ال كانت بتيكوال الاي دي في الار ال داش، والار ال داش زي ما قلنا عباره عن البارل كومباينيشن بتاع الار ال بارل مع الار دي. الاي دي بيكوال ايه؟ بيكوال ماينس الجي ام في الفي جي اس زائد الفي دي اس على الار دي اس. الفي جي اس بتيكوال ماينس الفي سي جي اللي بتيكوال ماينس الفي ام. اوكي، يبقى انا اقدر اشيل الفي جي اس واحط مكانه ماينس الفي ان، اقدر اشيل الفي جي اس دي واحط مكانه ماينس الفي ان. الفي دي اس بتيكوال الفي دي ماينس الفي اس. طب جهد الدرين بالنسبه للجراوند اللي هو يمثل الفي ال، وجهد السورس بالنسبه للجراوند اللي هو يمثل الفي ان. يبقى في الحاله دي هقدر اشيل الفي جي اس من المعادله بتاعت الاي دي واحط مكانها الفي انبوت ماينس الفي انبوت، واقدر اشيل الفي دي اس واحط مكانها الفي ال ماينس الفي انبوت. اوكي، وابدا اشوف اروح تاني لمعادله الفي ال واشيل الاي دي واحط قيمته، وبالتالي هتبقى الفي ال بتيكوال الار ال داش مضروبه في الاي دي. بعد كده هبدا افصل الفي ال في طرف والفي ان في طرف، وبالتالي يبقى الفي ال هتيكوال واحد، واجيب الترم اللي فيه الفي ال ده اللي هو عباره عن ماينس الار ال داش في الفي ال على الار دي اس، اجيبه الناحيه دي، وخدت الفي ال عامل مشترك، يبقى فاضل الار ال داش على الار دي اس هتيكوال
الـ V input okay مضروبة في الـ RL داش GM، وهنا طبعا في ماينس في ماينس يعني كأنها بلس okay الـ RL داش على الـ RDS، خدت الـ RL داش عامل مشترك بره اهي وبالتالي طلع لي التيرمينال. يبقى انا كده فصلت الـ VL في طرف والـ VN في طرف، لو قسمتهم الاثنين على بعض يبقى هيديني الفولتج جين. برضه نفس الاسلوب، لو واحد يجي يقول لي طب ولو هنا كان في مقاوم اوكي يعني السورس ما هواش ايديال سورس، كان هنا في مقاوم، برضه بنفس الاسلوب بمشي كان افترض ان الجهد هنا اللي قبل المقاومه كده عباره عن الفي انبوت داش وبعد المقاومه الفي انبوت، وانا اللي عملته ان جبت علاقه ما بين الفي اوتبوت والفي انبوت داش بعد كده، او الفي ال والفي انبوت داش بعد كده، هدور على علاقه ما بين الفي انبوت والفي انبوت داش اوكي واضربهم الاثنين في بعض يبقى يديني الاوفر اول فولتج جين اللي هو عباره عن الفي ال على الفي ان. طيب ده بالنسبه للفولتج جين. بالنسبه للزد انبوت، لما اجي ابص كده الزد انبوت هحسبها ازاي؟ الزد انبوت لو ارجع كده للمساله للشكل الايكوفن سيركت بتاعتي اهو، الانبوت امبيدنس المقاومه اللي انا شايفها او اللي شايفها السورس اللي انا شايفها من النقطه دي، يبقى في الحاله دي عباره عن ايه؟ عباره عن الار اس بارلل مع مقاومه الجزء ده كله من الدايره. مقاومه الجزء ده كله من الدايره اللي انا هسميها هنا ار، وبالتالي يبقى انا عايز اجيب الار. طب الار احنا عارفين انها بتيكوال ايه؟ من قانون اوم اي مقاومه بتيكوال فرق الجهد على طرفي المقاومه مقسوم على التيار اللي ماشي في المقاومه. طبعا التيار اللي ماشي في البرانش ده اللي هو ماشي في المقاومه ار هو نفس التيار اللي ماشي هنا، يبقى التيار اللي ماشي في المقاومه ار كان عباره عن الاي دي. طب وفرق الجهد على طرفي المقاومه ار اللي هو الفي اس جي، الفي اس جي اللي هي بتيكوال الفي ان، يبقى انا على طول اقدر استغل العلاقات اللي انا جبتها قبل كده واقدر اقول ان الار دي هتيكوال الفي اس جي على الاي دي، والفي اس جي هي نفسها الفي ان. طب الفي انبوت على الاي دي، طب الاي دي بدل بقى ما اشيله واحط قيمته من البدايه القيمه دي كلها وابدا اقعد اختصر المعادلات مع بعض، لا انا الاي دي انا عارف ان الفي ال كانت بتيكوال الاي دي في الار ال داش. دكتور بقدر الاي دي دكتور هو الصوره مقطوعه من تحت فعلا مش شايفين الجزء اللي تحت، ومعلش لو حضرتك ممكن تشرح بالراحه شويه معلش. اوكي ماشي شكرا. في اي شريحه اللي انتم مش شايفينها؟ الشريحه دي يعني مش شايفين منها جزء؟ اه مقطوعه من تحت كده شويه. اوكي يعني هو طبعا هحاول اتفادى دي بعد كده ان اضم لكم شرايح، بس بقدر الامكان مش هتلاقوا فيها حاجه جديده او الحاجه انا هقولها يعني، فمعلش المره دي انا الملاحظات دي هحاول اكتبها كده بحيث ان شاء الله من المحاضره اللي جايه نحاول نظبط الباوربوينت بحيث تبقى الصوره واضحه بالكامل. طيب يبقى انا هنا زي ما بنقول هشيل الاي دي اوكي، هشيل الاي دي اللي هو يمثل لي التيار واحط مكانه الفي ال على الار ال داش، وبالتالي هتبقى المعادله بتاعتي طبعا هاخد الار ال داش لانها مقام المقام فهتطلع في البسط، وبالتالي هيبقى الفي ال على الفي ان. الار ال داش على الفي ال على الفي انبوت، الفي ال على الفي انبوت اللي هي تمثل لي الفولتج جين، يبقى الار كانها هتمثل الار ال داش على الفولتج جين اوكي. وبعدين في حاجه ثانيه نفس الشرايح دي اعتقد اللي هي معاكم، فانت ممكن تتابع حتى لو في مشكله في الصوره ان في جزء منها مقطوع، فحول الجزء ده تتابعه من الشرايح اللي معاكم او من الصوره اللي معاكم يعني لحد ما نتغلب على دي ان شاء الله من المره اللي جايه. اوكي طبعا لو عايزين نحسب بقى الزد اوتبوت، الزد اوتبوت المقاومه اللي شايفها اللود، وبالتالي المقاومه اللي شايفها اللود اللي هي الزد اوتبوت برضو هتتبع نفس الخطوات اللي انا كنت بتبعها، ان بعمل شورت على الانبوت اوكي وباجي اشيل اللود واحط مكانه فولتج سورس من عندي اللي هو الفي 2، هيمشي لي تيار اي 2
اوكي. يبقى في الحاله دي لما اجي اعمل شورت هنا هلاحظ ايه؟ لما اجي اعمل شورت هلاحظ ان الفي انبوت بقى بصفر، يعني الفي اس جي بقى بصفر، يعني الفي جي اس بصفر. اوكي؟ لان الفي جي اس كان بيكوال ماينس الفي اس جي اللي هو كان بيكوال ماينس الفي انبوت. فلما الفي انبوت هيبقى بصفر يبقى الفي اس جي بصفر، يبقى الفي جي اس بصفر، وبالتالي الكرنت سورس ده هيبقى اوبن سيركت، هيبقى بالشكل ده مفتوح. وبالتالي لما اجي ابص يبقى انا هنا لو اجي ابص من بعد الفولت سورس اللي هو الفي 2 اللي انا حطيته كده هشوف ايه؟ هشوف ما بين الدرين والجراوند في المقاومه ار دي، وما بين الدرين لو امشي كده زي ما انا ماشي كده هبص الاقي ما بين الدرين والجراوند برضو في المقاومه ار دي اس، وبالتالي هيبقى الزد اوتبوت هتيكوال الار دي بارل مع الار دي اس. اوكي؟ حتى لو خدتها بنفس الاسلوب وخدتها برضو بالتكنيك اللي انا هجيب التيار اي 2 هشوف الاي 2 ده هيكوال ايه، يبقى الاي 2 هيكوال زائد الاي دي طبعا هيساوي الفي 2 على الار دي. اوكي؟ يبقى الاي 2 هيكوال الفي 2 على الار دي ماينس الاي دي. وبعد كده ابدا اجيب الاي دي، الاي دي هيبقى عباره عن ايه؟ الاي دي لما اجي ابص له هو التيار اللي ماشي في المقاومه ار دي اس، يبقى عباره عن فرق الجهد على المقاومه الار دي اس اوكي مقسوم على المقاومه. طب فرق الجهد على طرفي المقاومه ار دي اس اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفي دي اس، والفي دي اس اوكي السورس هنا بقى كانه متوصل بالجراوند، يبقى الفي دي اس هو نفسه جهد الدرين بالنسبه للجراوند اللي هو بيكوال الفي 2. يبقى انا هشيل الاي دي واحط مكانه في 2 على الار دي اس. اوكي؟ اخد الاي 2 عامل مشترك هبص الاقي ان طلع لي برضو الار دي بارل مع الار دي اس. يبقى انا باي اسلوب ممكن مباشره من خلال الرسم كده اقدر اجيبها مباشره او احددها مباشره ان الزد اوتبوت هتيكوال الار دي بارل مع الار دي اس، او ممكن باسلوب تقليدي العادي ان انا هجيب التيار اي 2 هشوفه هيكوال ايه، يبقى الاي 2 هيكوال الفي 2 على الار دي مطروح منه التيار اللي هو الاي دي، هشيل الاي دي واحط مكانه الفي دي اس على الار دي اس، والفي دي اس هي نفسها الفي دي جي اللي هي جهد الدرين بالنسبه للجراوند، جهد الدرين بالنسبه للجراوند هو عباره عن الفي 2. يبقى المعادلة كلها بقت ما بين الاي 2 والفي 2. اوكي؟ هقسم الفي 2 على الاي 2 هيطلع لي البارل كومباينيشن اللي هي الار دي بارل مع الار دي اس. يبقى ده بالنسبة لدايرة الكومون درين. يبقى احنا بالنسبة للفيت خدنا الثلاثة كونفجريشن بتوعه اللي هم الكومون سورس، وزي ما قلنا تاني الكومون سورس مظبوط؟ لو سمحت بس انا الحته اللي بتاعت الاوتبوت ما فهمتهاش، مش فاهم ليه شلنا السورس ده؟ ليه شلنا السورس ده؟ طب هو السورس ده عباره عن ايه؟ الجي ام في الفي جي اس مش كده؟ تمام. طيب لو رجعنا كده للمعادله اللي فوق دي اهي، احنا هنا كنا بنقول ايه؟ الفي جي اس بتيكوال ايه؟ بتيكوال ماينس الفي اس جي. تمام. بتيكوال ماينس الفي ان مظبوط؟ طيب. يبقى انا لما احط الفي انبوت بزيرو هعمل شورت على الانبوت، يبقى الفي انبوت بقت بصفر، وبالتالي الفي جي اس هتبقى بصفر. طالما الفي جي اس بقت بصفر يبقى معنى كده الكرنت سورس ده بقى اوبن سيركت، يعني التيار اللي ماشي هنا بصفر. يبقى الكرنت سورس ده في حاله ما يكون التيار الكرنت بزيرو يبقى البرانش اوبن سيركت، يبقى البرانش ده اوبن سيركت لان التيار اللي ماشي فيه بصفر. واضحه كده؟ تمام شكرا. إيه وبالتالي يبقى على طول البرانش ده اوبن، يبقى لما اجي ابص على طول انا شايف الار دي، وناخد بالنا ان الار دي هنا بارل مع الار دي اس. انا اعتقد المساله دي كانت يمكن في امتحان الترم اللي فات او حاجه، وفي نسبه كبيره من الناس حطوا الار
دي بارل سيريز مع الار دي اس. فواضح طبعا ان المقاومتين دول بارل مع بعض، لان ما بين الدرين والجراوند كان في الار دي، وما بين الدرين والجراوند في الار دي اس، يبقى الاثنين بارل مع بعض ما هماش سيريز. ده بالنسبه للكومون درين. فلو نحب نلخص كده الكلام اللي احنا قلناه كله على الثلاثه كونفيجريشن بتوع الفيت، ان احنا قلنا بالنسبه للكومون سورس ده يناظر الكومون اميتر. الكومون سورس الحاجه اللي بينفرد بيها انه بيعمل فيز شيفت 180 درجه. اوكي؟ الانبوت في الحاله دي بيبقى على الجيت، الاوتبوت واخده من الدرين. وبالتالي يبقى السورس هو الطرف الكومون او الطرف المشترك ما بين الانبوت والاوتبوت. الانبوت امبيدنس طالما الاشاره بتاعتي داخله على الجيت او الانبوت داخل على الجيت، يبقى الانبوت امبيدنس اتوقع ان قيمتها هتطلع كبيره. لا، الكونفيجريشن الثاني اللي هو الكومون درين، وقلنا الكومون درين ليه مسمى ثاني اللي هو السورس فورورد. ليه؟ لان الفولتج جين بتاعه واحد، وبالتالي اي تغير في الانبوت اللي هو من عند الجيت بيظهر زي ما هو على الاوتبوت اللي هو من عند السورس. يبقى السورس بيفولو التغيرات اللي بتحصل على الجيت، وعشان كده بسميه سورس فولور على وزن الاميتر فولور او الكومون كوليكتور في حاله البايبولار ترانزستور. الكومون درين كونفيجريشن برضو بيمتاز بايه؟ اوكي، ان الانبوت امبيدنس بتاعته كبيره، الاوتبوت امبيدنس صغيره، الفولتج جين زي ما شفنا من المعادله بتاعته كده تقريبا بواحد، وبالتالي بقدر استخدمه كبافر ستيج. بافر ستيج بمعنى انه فولتج بافر عشان يحقق لي الماتشنج ما بين فولتج سورس مقاومته الداخليه كبيره ولود مقاومته صغيره. لو وصلتهم الاثنين على بعض الاشاره او الجهد مش هيتنقل من السورس لللود، يبقى لازم احط الكومون درين في النص ما بينهم عشان يستلم الاشاره من السورس ويسلمها لللود. الكونفيجريشن الثالث اللي هو الكومون جيت اللي هو على وزن الكومون بيس. الكومون جيت الانبوت داخل على السورس والاوتبوت واخده من الدرين. طالما اشاره الدخل داخله على السورس مش على الجيت، والسورس ده الطرف اللي بيقيمت للكاريرز، يعني الفري تشارج اللي موجوده فيه كتير، يعني الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه، يبقى الريزستيفيتي بتاعته قليله. وبالتالي يبقى الانبوت امبيدنس في حاله الكومون جيت هتبقى صغيره، ودي الحاجه اللي بينفرد بيها او اللي بيتميز بيها الكومون جيت. اوكي، يبقى دول الثلاثه كونفيجريشن. وزي ما بنقول المسائل بتاعه الفيت يمكن ما بنعملش منه مالتي ستيج، المالتي ستيج دايما بنعملها من الكومون، او بيفضل طبعا انها تتعمل من البايبولار ترانزستور. ليه؟ لان زي ما بنقول الميزه الوحيده اللي بينفرد بيها البايبولار ترانزستور لما كنا بناخد كمقارنه ما بينه وما بين الفيت، كنا بنقول ان البايبولار ترانزستور بيمتاز بان الجين باندوتس برودكت بتاعه اكبر من الجين باندوتس برودكت بتاع الفيت. وبالتالي يبقى في الحاله دي انا محتاج اكبر الجين. في حاله المالتي ستيج عايز اكبر الجين وفي نفس الوقت عايز باندوتس عالي، يبقى في الحاله دي بلجا لان اعمل مالتي ستيج من خلال البايبولار ترانزستور، بيديني نتيجه افضل من اللي بيدهاني المالتي ستيج باستخدام الفيت. ده كل اللي احنا عايزين نقوله بالنسبه لاستخدام الفيت كامبليفاير. هنبدا بقى في شابتر جديد كده اللي هو الباور امبليفاير. اوكي، والباور امبليفاير انا مش هطول معاكم فيه يعني عشان الدكتور هشام، لان احنا النهارده، وانا بعتذر بدايه عن التاخير النهارده، بس ده لاسباب خارجه عن ارادتي، يعني مشكله النت، واتمنى ان شاء الله انها ما تتكررش بعد كده. فان شاء الله الدكتور هشام هيبقى موعدكم على توقيت معين، فان شاء الله على الساعه 11 هخلص معاكم على اساس هو يقدر يبدا معاكم. بس لما نيجي نتكلم على الباور امبليفاير، زي ما كنا بنقول ان الهدف الاساسي من عمليه الامبليفيكيشن هو ان انا اكبر الباور. ليه؟ لان الباور هي اللي بقدر عن طريقها ادرايف اللود، لان انا عايز باور بحيث انها تقدر تحرك لي الغشاء بتاع السماعه فاقدر اسمع الاشاره، عايز باور بحيث انها تقدر تحرك لي البلوتر عشان يرسم لي
السيجنال بتاعتي. يبقى انا محتاج باور عشان تقدر تدرايف اللود، عشان تقدر تشغل اللود ايا كان اللود ده ايه. وبالتالي دايما حتى لو بستخدم مالتي ستيج امبليفاير، لازم المرحله الاخيره لو كل المراحل انا بكبر بيها جهد او بكبر بيها تيار، لكن لازم المرحله الاخيره تكون باور امبليفاير عشان احصل على اوتبوت باور كافيه انها تقدر تدرايف اللود. وعشان كده زي ما كنا بنقول وزي ما عرفتوا مع الدكتور هشام كده، لما جيتوا تاخدوا الاوبريشن امبليفاير وقلنا الاوبريشن امبليفاير عباره عن اكتر من ستيج، الاوتبوت ستيج النهائيه كانت عباره عن اللي هي اللي احنا بنسميها الكلاس بي بوش بول باور امبليفاير اللي احنا هناخده في الشابتر ده، بس انا بستخدمها كباور امبليفاير عشان اضمن ان الاوتبوت اللي طالع من الاوب امب عباره عن باور كافيه انها تقدر تدرايف اللود. لان ممكن الامبليفاير بتاعي يكبر لي جهد قوي وفي نفس الوقت يكون قيمه التيار قليله، يعني يديني مثلا في الاوتبوت 10 فولت لكن التيار 10 ملي امبير. يبقى لما اجي اضرب 10 فولت في 10 ملي امبير في النهايه انا بقى عندي 100 ملي وات، ال 100 ملي وات ما هياش كافيه انها تدرايف اللود. او العكس، انها ممكن يديني الامبليفاير يديني تيار كبير لكن يديني جهد صغير، يبقى برضو لما اجي اضربهم مع بعض هيديني باور قليله ما تقدرش تدرايف اللود. عشان كده دايما لو ان الامبليفاير بتاعي بيديني اوتبوت باور اقل من الواحد وات، يبقى في الحاله دي ما بطلقش عليه باور امبليفاير. لكن المسمى اللي هو الباور امبليفاير اطلقه على الامبليفاير لو ان الاوتبوت باور بتاعته اكبر من واحد وات. يبقى اي امبليفاير الاوتبوت باور بتاعته اقل من واحد وات ما يعتبرش باور امبليفاير. ممكن يبقى فولتج امبليفاير، يبقى كارنت امبليفاير، لكن مسمى باور امبليفاير يبقى ده على الامبليفاير اللي الاوتبوت باور بتاعته بتبقى اكبر من او تساوي 1 وات. لما نيجي نتكلم على الباور امبليفاير ونشوف الهدف الاساسي من عمليه الامبليفيكيشن، هو ان انا بكبر الباور، وبالتالي يبقى انا اللي يهمني ان احصل على اقصى باور في الاوتبوت. رغم ان ممكن يبقى فيه مشكله في الماتش، يبقى انا عايز احصل على اقصى باور في الاوتبوت حتى لو اللود قد قيمته صغيره قوي. يبقى الهدف ان انا اوصل اقصى باور حتى لاقل لود. وعشان كده زي ما كنا بنقول بنحاول نعمل مشكله الماتشنج، ولما جينا خدنا الكابلنج ما بين المالتي ستيج امبليفاير خدنا طريقه كده اللي هي الترانسفورمر كابل، وان الترانسفورمر كابل مستو انه بيكبر قوي اللود حتى لو اللود صغير اقدر اكبره في نظر دايره الامبليفاير. لما كبره في نظر دايره الامبليفاير يبقى يقدر ياخد اقصى باور من دايره الامبليفاير. يبقى انا في الحاله دي الهدف بتاعي ان اوصل اقصى باور حتى الاقل لود. اوكي، وبالتالي يبقى لازم احاول اتغلب على مشكله الماتشنج عشان في الاوتبوت عشان اوصل اقصى باور دي لللود بتاعي. طيب طبعا استحاله ان انا زي ما بنقول الفرق الباور ده انا بحصل عليه منين. يعني انا لو بكبر جهد زي ما خدته مثلا، انا بحاول اضرب لكم امثله على اساس تبقى واضحه في ذهنكم كده. لما تيجي بتاخد الاوب ام وتدخل له سي مثلا 1 فولت، لو الاوب ام بتاعك لسه اوبن لوب لسه ما عملتلوش فيدنج باك وعملت ليميتيشن للجين، فالاوبن لوب جين براكتيكالي بيبقى من 100,000 ل 200,000، يعني الاوبن لوب جين قيمته كبيره قوي. يبقى انا لو حطيت في الانبوت 1 وات اتوقع ان الاوتبوت هيطلع لي 100,000 وات او 100,000 فولت او 200,000 فولت؟ لا، انا حطيت 1 فولت في الانبوت يبقى عمر الاوتبوت ما هيزيد عن الماكسيمم اوتبوت اللي هو قيمه البايسنج اللي انا حاطه ده، حتى في الحاله الايديال. يعني لو انا تخيلت ان الاوب امب بتاعي مفيش اي لوسز على الزد اوتبوت وانه هيطلع لي قيمه البايسنج بالكامل، يبقى عمر الاوتبوت ما هيزيد عن قيمه الفي سي سي. يبقى في الحاله دي الباور دي برضو لو انا بكبر الاشاره بكبر الباور بتاعتها، فرق الباور ده انا باخده منين؟ باخده من الدي سي باور سبلاي. انا لما باجي انور لمبه معين، اللمبه دي باخد لها بسحب لها باور معين. لو انا سي ان انا سحبت من السورس بتاعي 10 كيلو وات، هل ال 10 كيلو وات دولت اتوقع ان كلهم هستغلهم او هيظهروا لي بصوره اضاءه؟
اكيد لا، مش كلهم، في جزء منه ده اللي انا هستفاد بيه واللي هاخده كاوت بوت في صوره اضاءه، وجزء تاني هيبدد بصوره حراره. اوكي، وبالتالي يبقى انا لو سحبت 10 واط 10 كيلو واط من السورس بتاعي استفدت ب 2 كيلو واط بس كاضاءه، وال 8 كيلو واط ضاعوا بصوره حراره، يبقى انا كميه الاستفاده بالنسبه لي عباره عن 20% اللي هي تمثل الاوت بوت باور اللي انا استفدت بيها على التوتال انبوت باور اللي انا سحبتها من الباور سبلاي، ودي اللي احنا بنسميها الافشنسي. اوكي، يبقى الكفاءه المقصود بيها هي او الافشنسي المقصود بيها الاي سي اوت بوت باور، لان انا الهدف من عمليه الامبليفيكيشن ان انا اكبر الاي سي سيجنال، وبالتالي الخرج بتاعي بقى عباره عن اي سي سيجنال معمول لها امبليفيكيشن. يبقى عمليه الامبليفيكيشن الهدف منها ايه؟ تكبير الاشاره. يبقى الاوتبوت باور عباره عن اللي احنا بنقول عليها الاي سي اوتبوت باور، لكن الانبوت باور دي عباره عن الدي سي انبوت باور اللي انا سحبتها من الدي سي باور سبلاي. يبقى انا لو قسمت الاي سي اوتبوت باور على الدي سي انبوت باور هيديني، وطبعا ضربت في 100 عشان اطلعها كنسبه مئويه، هيديني البرسنتج بتاعت الافشنسي الكفاءه بتاعتي. طبعا استحاله الافشنسي تقدر توصل ل 100%، لان اي دايره فيها كومبوننتس، كومبوننتس لما بيمشي فيها تيار بتديسيبيت باور، وبالتالي بيبقى فيه جزء بتديسيبيت باور بصوره حراره. يعني لو اي مقاومه ماشي فيها تيار هتديسيبيت باور، هيبقى فيها اي سكوير ار، وبالتالي فيه جزء من الباور من الدي سي باور اللي انا سحبتها من السبلاي بيديها. اتفضل. هو أيوه؟ حضرتك هنا الانبوت الانبوت باور اصلا كلها بتبقى من الدي سي وفي برضه اي سي؟ لا، يعني هي الفكره ان اشاره الاي سي اللي انا مدخلها في الانبوت اوكي الاشاره صغيره قوي، لكن انا بتكلم على فرق الباور. فرق الباور يعني انا مدخل اشاره بالملي وات طلعت لي اشاره في الاوتبوت بالوات، الفرق ده انا خدته منين؟ تمام اوكي، خدته من الدي سي باور سبلاي. طيب هل كل اللي سحبته من الدي سي باور سبلاي استغل في تكبير الاشاره؟ لا، في لوسز. وبالتالي يبقى الفرق ما بينهم هو ده اللوسز اللي ضاعت في الدايره. اوكي، يبقى في الحاله دي زي ما بنقول ان عمر الافشنسي ما هتبقى 100% نظرا لان في بعض لوسز بتضيع في الدايره. وحتى في الترانزستور اللي بيعمل لي عمليه الامبليفيكيشن، احنا بنفترض ان الترانزستور حتى لما جينا ناخده الترانزستور لو تفتكروا كده الترم اللي فات لما كنا بنتكلم على الترانزستور كسويتش كنا بنقول نفترض انه ايديال سويتش وبالتالي بيبقى مقاومته بصفر، شورت في حاله الساتوريشن واوبن في حاله الكات اوف. الكلام ده برضو عمليا مش مظبوط، لان عمليا الترانزستور ليه مقاومه، وبالتالي طالما في مقاومه يبقى هيديسيبيت جزء من الباور. اوكي، بدليل ان الترانزستور لما بيشتغل فتره طويله بيسخن، بيسخن يعني بيديسيبيت باور، يبقى في جزء برضو من الانبوت باور اللي انا سحبتها بيبدد في الترانزستور اللي هو بيقوم لي بعمليه الامبليفيكيشن، بالاضافه لكل مقاومه موجوده في الدايره برضو بيديسيبيت باور. مجموع الباور دي كلها ده بيمثل لي الفرق ما بين الانبوت اللي انا سحبته من الدي سي باور سبلاي والاوتبوت اللي انا استفدت بيه في تكبير الاشاره. لكن الفكره بقى كلها في عمليه الامبليفيكيشن ايه؟ عمليه الامبليفيكيشن ان انا عايز احصل على اقصى افشنسي او اعلى افشنسي. اوكي؟ يبقى استغلال امثل للباور اللي انا سحبتها من الدي سي باور سبلاي. والفكره كمان مع الحصول على اقصى افشنسي في بارامتر تاني في عمليه الامبليفيكيشن اللي هو الديستورشن. لان انا ممكن دايره الامبليفاير بتاعي في مقابل ان احصل على اعلى افشنسي ده يكون على حساب الكواليتي بتاعت الاشاره، ان نسبه الديستورشن فيها تكون كبيره، وبالتالي يبقى انا لازم اعمل اوبتمايزيشن ما بين الاثنين. عايز احصل على افضل افشنسي او اعلى افشنسي باقل ديستورشن للاشاره. طيب طبعا عمليه الديستورشن والافشنسي الاثنين بيعتمدوا عليه على اختيار مكان الاوبريتنج بوينت، عشان كده كنا بنقول ان عمليه مهمه قوي الاختيار الامثل لمكان الاوبريتنج بوينت. فعمليه الامبليفيكيشن كل عمليه الامبليفيكيشن بتتوقف على الاختيار الامثل لمكان الاوبريتنج بوينت. مكان الاوبريتنج بوينت
هيتحكم لي في قيمه الافشنسي هيبقى قد ايه. الحاجه الثانيه هيتحكم لي في كم الديستورشن بالنسبه للاشاره هيبقى قد ايه. اوكي، وده اللي احنا هنحاول نشوفه مع بعض. طبعا ان الافشنسي تبقى قليله قوي ده هيعني ان نسبه كبيره من الباور اللي انا سحبتها من الدي سي باور سبلاي بددت بصوره حراره. يمكن الرسمه دي لو نيجي نبص لها كده، دي عباره عن الاوتبوت كاركترستيك بتاعه الترانزستور البايبولار ترانزستور. مبدئيا كده في نقطه ناخد بالنا منها، احنا لما نيجي نتكلم على باور امبليفاير يبقى انا لو عايز الترانزستور بتاعي يكبر لي الباور، اوكي، يبقى افضل كونفيجريشن من الثلاثه عشان يكبر لي الباور هو الكومن امتر. وبالتالي معظم المسائل، لم يكن كل المسائل اللي احنا هناخدها في الشابتر ده، يبقى اتوقع ان كلها هتبقى كومن امتر، لان هو الكونفيجريشن اللي انا بستخدمه لتكبير الباور، هو الامثل لتكبير الباور، لان زي ما قلنا الكومن كوليكتور ده بيكبر تيار بيشتغل ككرنت امبليفاير، الكومون بيس بيشتغل كفولتج امبليفاير، لكن الكونفيجريشن اللي بتكبر لي الجهد وبتكبر التيار وبالتالي اقدر استغلها كباور امبليفاير هي الكومون اميتر. فهنلاحظ ان معظم المسائل اللي احنا هناخدها في الشابتر ده هتبقى كلها كومون اميتر. فدي ملاحظه بس على اساس لما نيجي نشوف المسائل اللي احنا هناخدها نبقى عارفين انها ليه كلها كومون اميتر، على ان هو الكونفيجريشن اللي بستغله لتكبير الباور. هنا زي ما كنا عارفين ان عندي الاوتبوت كاركترستيك، برسم اللود لاين على الاوتبوت كاركترستيك وبحدد الاوبريتنج بوينت. اختيار مكان الاوبريتنج بوينت بقى هو ده اللي بيحكم لي مدى الديستورشن اللي هحتاج على الاشاره وفي نفس الوقت الافشنسي بتاعتي. ليه؟ انا لما اجي ادخل اشاره اي سي يبقى الاوبريتنج بوينت دي هتبدا تتحرك على اللود لاين، اوكي، لان الاشاره هتغير لي في قيمه الاي بي. لما اتغير في قيمه الاي بي، لو انا دخلت اشاره هنا كده، لما دخل الاشاره يبقى معنى كده انها هتغير لي في قيمه الاي بي، يبقى الاوبريتنج بوينت هتبدا تتحرك لفوق ولتحت، وبالتالي بنقول الاوبريتنج بوينت بتتارجح على اللود لاين، بيحصل لها سوينج على اللود لاين. طبعا لو انا كنت واخد الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين ده هيضمن لي ايه؟ هيضمن لي ان اقدر احصل على ماكسيمم سيمتريكال سوينج، يعني الاوبريتنج بوينت تقدر تتحرك بدايه من اعلى نقطه على اللود لاين لاقل نقطه على اللود لاين، من بدايه اللود لاين لنهايه اللود لاين، يعني الاوبريتنج بوينت دي اقدر احركها من بدايه اللود لاين لنهايه اللود لاين، وبالتالي اقدر احصل على الماكسيمم سيمتريكال سوين. يبقى انا كده خدت اقصى استفاده ممكنه من دايره الامبليفاير. طيب واقصى استفاده ده المفروض انه يديني اقصى افشنسي اقدر احصل عليها، لان انا لو الاوبريتنج بوينت دي اتحركت سيمتريكال بس ما بين الكونتين دول للاي بي، يعني اتحركت سين ده الاي بي ب 50 مايكرو امبير والاي بي هنا مثلا ب 100 مايكرو امبير واللي في النص دي ب 75 مايكرو امبير، يبقى في الحاله دي الاوبريتنج بوينت لو اتحركت في المسافه دي يبقى هتتحرك من ال 50 لل 100، يبقى انا اتحركت سيمتريكال سوين بس ما هواش ماكسيموم سيمتريكال سوين، لان انا الماكسيموم ان انا اتحرك من بدايه اللود لاين لنهايته. يبقى انا كده عملت سيمتريكال سوينج نظرا لان الاشاره بتاعت الانبوت اشاره سيمتريكال زي الساين ويف كده، فيبقى في الحاله دي الاوبريتنج بوينت هتتحرك لفوق قد ما هتتحرك لتحت. اوكي، يبقى انا عملت سيمتريكال سوينج لكن ما حصلتش على ماكسيمم سيمتريكال سوينج، ما خدتش اقصى استفاده ممكنه من التاني. لكن عشان احصل على ماكسيمم سيمتريكال سوينج يبقى انا اخلي الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين، يبقى في الحالة دي هقدر أكبر الإشارة بتاعتي وزود ديستورشن. وزود ديستورشن ليه؟ لأن الأوبريتنج بوينت لما تتحرك لفوق ولتحت يبقى هتديني تغير في الآي سي بزيادة وبالنقصان، وهتديني برضو تغير في الفي سي اي اللي هو الأوتبوت فولتج أراوند الأوبريتنج بوينت أراوند الفي سي اي كيو، برضو هتتحرك الإشارة يمين وشمال، وبالتالي أي تغير في الإنبوت هينظره تغير مماثل في الأوتبوت. لكن لو انا تخيلت كده ان حطيت الاوبريتنج بوينت دي بقى لما حطيتها في النص هنا حطيتها هنا، لما احطها هنا يبقى ما اقدرش احصل على ماكسيمم سيمتريكال سوينج. ليه؟ لان انا هنا ليميتد بمنطقه الساتوريشن، لان الاشاره لما هتيجي تتحرك لفوق ممكن تتحرك لتحت من المسافه دي كلها، من هنا الاوبريتنج بوينت هنا، فممكن
تتحرك في الجزء النيجاتيف المسافه دي كلها، لكن في الجزء البوزيتيف في جزء من الاشاره هيبقى داخل منطقه الساتوريشن. لو جزء من الاشاره داخل منطقه الساتوريشن هيبقى معنى كده ال V output بيكوال ال VCE saturation، وال VCE saturation قيمته بتتراوح من 0 إلى 2 من 10، يبقى أنا الإشارة قاعدة بتتغير في الانبوت والاوتبوت تقريبا بصفر. برضو لو أنا حطيت الأوبريتنج بوينت تحت حطيتها هنا، يبقى الجزء البوزيتيف الأوبريتنج بوينت تقدر تتحرك لفوق مسافة كبيرة، لكن لتحت ليميتد بمنطقة الكت اوف، وبالتالي في جزء من الإشارة هيبقى داخل منطقة الكت اوف. في منطقة الكت اوف الترانزستور قاطع تيارات، وبالتالي الاوتبوت عباره عن دي سي اللي هو الفي سي. يبقى انا لو عامل بلوكنج للدي سي يبقى الاوتبوت برده بصفر، وبالتالي يبقى الاشاره بتتغير في الانبوت ومفيش اوتبوت طالع لي. يبقى انا ما اقدرش احصل على ماكسيمم سيمتريكال سوينج الا لما تبقى الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين، يبقى ده اللي هيديني ماكسيمم سيمتريكال سوينج، وبالتالي الاشاره هتتكبر وزود ب 16. بس في مقابل كده بقى ايه؟ يبقى انا هنا لو الاوبريتنج بوينت في المنتصف هيبقى الاشاره هتتكبر باقل ديستورشن، لكن في مقابل كده قيمه الاي سي كيو، الاي سي كيو ليها قيمه سواء في اشاره او ما فيش اشاره، لان انا مختار الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين، يعني مظبط بالدي سي ومخلي الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين، يبقى في قيمه للاي سي كيو بصرف النظر عن ان في اشاره او ما فيش اشاره. اوكي، لان لو اتوجدت الاشاره يبقى الاوبريتنج بوينت هتتحرك لفوق ولتحت، لكن لو ما فيش اشاره فالاوبريتنج بوينت موجوده او مكانها ثابت في المكان ده، وبالتالي في قيمه للتيار. طالما ان في قيمه للتيار حتى في عدم وجود السيجنال بتاعتي، يبقى في باور ديسيبيشن في كل الكومبوننتس الموجوده في الدايره، لان فيها دي سي كارنت ماشي في الكومبوننتس الموجوده في الدايره، وبالتالي الكومبوننتس دي بتديسيبيت باور. زي المثال اللي احنا كنا بنقوله كده، ان انت تخيل لو انت فاتح تلفزيون كي ومكتوب لك نو سيجنال، يبقى في الحاله دي كان بتديسيبيت باور او بتستهلك باور، وفي نفس الوقت ما فيش اشاره. يبقى انا هنا المشكله بتاعه الكلاس ده من الباور امبليفاير، لو انا خدت الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين ان الديستورشن هتبقى اقل ما يمكن، لكن المشكله ان نظرا لان الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين اوكي هيبقى في قيمه للدي سي كارنت اللي هو الاي سي كيو، وبالتالي في دايما تيار دي سي ماشي في المقاومات وماشي في الترانزستور، التيار ده هيديسيبيت باور، وبالتالي في باور بتبدد حتى في حاله عدم وجود الاشاره. وده اللي هيخلي لي الكلاس ده من الامبليفاير لما اجي احسب الماكسيمم افشنسي، حتى لو دخلت اشاره وخدت ماكسيمم افشنسي، لو خليت الاشاره بتاعتي تتارجح الاوبريتنج بوينت تتارجح من بدايه اللود لاين لحد نهايته، يعني خدت اقصى استفاده ممكنه، هبص الاقي الافشنسي بتاعت النوع ده من الامبليفاير ما تزيدش عن 25%. 25% يعني انا لو سحبت 10 وات من الدي سي باور سبلاي ما بستفادش بازيد من 2.5 وات بس، وال 7.5 وات بيبددوا. يبقى ده اقصى استفاده من النوع ده من دايره الامبليفاير اللي هو اللي احنا بنسميه الكلاس اي باور امبليفاير. يبقى الكلاس اي بيمتاز ان الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين. اوكي، طبعا تظبيط الاوبريتنج بوينت زي ما كنا بنقول، انا بغير لو حطيت مقاومه متغيره كده في دايره الانبوت مكان الار بي، وبدات اغير في قيمه المقاومه دي بقى هغير الاي بي، يبقى اقعد اغير في قيمه الاي بي لحد والاوبريتنج بوينت طبعا اللي هي تقاطع الكاركترستيك كيرف مع اللود لاين. يبقى لو خليت الاي بي ب 75 على المثال بتاعنا مثلا 75 مايكرو امبير، كده التيار اللي ماشي في دايره الانبوت 75 مايكرو امبير، يبقى هبص الاقي الاوبريتنج بوينت هيبقى مكانها هنا في منتصف اللود لاين. يبقى انا بقدر اظبط الاوبريتنج بوينت في البدايه في المكان اللي انا عايزه. يبقى لو حطيتها في منتصف اللود لاين يبقى في سؤال؟ يا دكتور لو سمحت، هو حضرتك ممكن تستخدم القلم؟ بيبقى في قلم كده كان الدكتور مصطفى حسن امبارح كان بيرسم بيه على السلايد برضه. اوكي. شكرا. نعم. اه
يعني لو انا الاوبريتنج بوينت بتاعتي كانت في المكان ده كده اهي، اوكي، يبقى انا كده في منتصف اللود لاين. اوكي، لو اتحركت لفوق او اتحركت لتحت يبقى معنى كده ان انا بحصل على من اول اللود لاين لاخره، يبقى ده اللي احنا بنسميه ماكسيمم سيمتريكال سوينج. وزي ما قلنا لو الاوبريتنج بوينت في منتصف اللود لاين يبقى ده اللي احنا بنسميه كلاس اي امبليفاير. بس مشكلته زي ما قلنا ان هيبقى فيه قيمه للاي سي كيو متواجده باستمرار، وبالتالي في باور ديسيبيشن حتى في حاله عدم وجود السيجنال ده. طب لو انا اخترت الاوبريتنج بوينت في المكان ده حطيتها في البوتوم اند بتاعت اللود لاين هنا، لو حطيت الاوبريتنج بوينت هنا يبقى هاجي الاحظ في البدايه ان لو ما فيش اشاره قيمه الدي سي كارنت بكام؟ بصفر، وبالتالي ما فيش تيار ماشي في الكومبوننتس اللي موجوده في الدايره، وبالتالي ما فيش دي سي باور ديسيبيشن. لكن لما حاجه دخل الاشاره، لو انا تخيلت كده ان الاشاره دخلتها بالشكل ده كده، اوكي، يبقى الجزء البوزيتيف اوكي الاشاره بتتكبر. ها الصوره عندنا وقفت، يعني مفيش حركه اللي حضرتك بتعملها. والله مفيش كده اي استجابه؟ لا ولا اي حاجه. طب خلاص، يبقى احتمال يكون لان ميعاد الدكتور هشام من الساعه 11، فاحتمال يكون حد دخل على السيرفر تاني. ف هنكتفي بالجزء ده يا شباب النهارده، والدكتور هشام يكمل معاكم، فهكلمه كده بحيث انه يديكم بريك ربع ساعه ولا حاجه، وبعد كده يكمل معاكم، وان شاء الله نكمل الاسبوع اللي جاي. ولو في اي اسئله يا شباب اتمنى ان انتم تتواصلوا معايا من خلال الواتس، حتى تبعتوا لي او اللي يحب يتصل بيا في اي وقت، يعني لو في اي سؤال اوكي محدش يتردد في انه يساله في اي وقت، يعني اوكي لحد ان شاء الله ما المشكله دي تتحل وترجع نرجع تاني للظروف العاديه. فاتمنى يكون الاسلوب ده فيه افاده بالنسبه لكم، على الاقل جزء من المعلومه يكون وصل لكم. يعني انا واثق انه مش زي طبعا لما يكون المحاضره في الكليه، لكن على الاقل يعني اتمنى ان يكون المعلومه اللي انا عايز اوصلها لكم جزء كبير منها وصل. فهديكم بريك وان شاء الله تكملوا مع الدكتور هشام. شكرا جزيلا شباب.